اي درهم اللي غيتصرف هذه المبادره السويد دينا 10 درهم، والمجال ديال الفلاحه كما كاين في القران الكريم، يعني كل حبه انبتت 7 سنابل وكل سنبله ب 100 حبه، يعني 700 ضعف. والفلاحه هذا الواقع كما شفتوا في الكلمه الافتتاحيه ديال لا كونجونكتور اللي كاينه دابا الضفيه العالميه، عرفت على واحد الواقع بان ما عندناش الاكتفاء الذاتي يعني في الفلاحه. المواد الاساسيه كلها غلط، خاصه يعني الاسمده. اعطي مثال ديال لامونيترات اللي هو السماد اللي كيتعتمد، هو سماد صناعي ازوتي، كان كيدار ب 3 دراهم ونص، كيجي من المناطق ديال روسيا والمناطق المجاوره، دابا وصل 15 درهم الثمن ديال اليوم، يعني واحد الدرجه غلات المواد الفلاحيه. وفرحت ملي شفت واحد السيده دارت فكره ديال السماد الطبيعي اللي كيتقام باقل من درهم، درهم جوج درهم، نفس الكميه اللي غيعطيك داك السماد اللي هو صناعي غيعطيها السماد الطبيعي، يعني كتساهم في واحد الدوره ايكولوجيه ديال الطبيعه. وهذا اللي بغيت نقول فيما يخص المستند ديال اوناغا. صراحه السيد العميد هذاك راه خصو يكون انا جروب، يعني خصو يكون منطقه ديال كاع الشركات اللي عنده شي فكره، وابعد من هذا انا مستعد كمتطوع يعني نساهم فيما يخص، يعني واحد يكون ان سونتر ديال ترانسفير دو تكنولوجي، يعني مركز لنقل التقنيات الجديده. راه كاين في اكادير، كاين في المنطقه ديال شتوكا بزاف، كيكون بحال محطه تجارب، كيدار فيها اصناف جديده، كيستعملوا فيها تقنيات جديده ديال الانتاج الفلاحي. وكنظن هذا فضاء باش الافكار تولي مقاولات. الشباب راه كاين اللي دار دابا غا الخرو، مثلا اللي دار غا بيبينير، راه كتعرفوا بان كنشريو بلون ديال الخرو ب 70 درهم 60 درهم بلون ملقم، الوغ كي الا صيبنا غيتقام 3 درهم ونديرو عام، والعام الثاني يدار التلقيم ديالو. العمليه ديال التلقيم ما كتقامش بشي حاجه، كتقام شي 1000 درهم في الهكتار. الا درتي شركه ديال التلقيم راه ساهله، عمليه بسيطه، كتجيب يعني المنتوى وكتلقمها على لا بلون صغيره، سواء كانت كسوا كانت منتوى. يعني هاد الافكار وهاد المشاريع عندهم لا هوت فالور اجوتي، وكنتمنى من الشباب انهم يعني يحبوا الفلاحه ويستثمروا فيها، وراه هي المستقبل ديال البلاد ان شاء الله. وشكرا.